زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة، مدينة سانت كاترين مدينة التجلي الأعظم فازت بجائزة عالمية رفيعة المستوى كعاصمة للأديان والتسامح والسلام والسياحة في العالم، وده بعد ما أعلنت اللجنة الدولية العليا لجوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU فوز مدينة سانت كاترين بهذا التكريم. وده بيعتبر طبعا اعتراف عالمي بالمكانة المميزة جدا اللي بتحظى بها سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية. طبعا ده كمان بالإضافة لدورها التاريخي في ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات المختلفة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية عايزين حضرتك تكلمنا على أبرز ما تشمل أو تشتمل عليه مدينة سانت كاترين من مقومات متنوعة متعددة جعلتها تحصد هذه الجائزة. صباح الخير أستاذ بسام، صباح الخير أستاذ محمد. طبعا سانت كاترين يعني هي دي التجلي الأعظم، ومفروض أن هي يتحول اسمها إلى مدينة التجلي الأعظم، لأن دي يعني أكبر بقعة مقدسة في العالم كله. فقد ترك الله الكون وتجلى سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، فعشان كده هي طبعا أشهر حاجة فيها دلوقتي اللي هي الكنيسة بتاعت سانت كاترين اللي هي بتحتوي على شجرة العليقة، وطبعا معروف ديت ده البير ده بتاع سيدنا موسى اللي موجود دوت اللي احنا شايفينه دلوقتي على التلفزيون. ومنطقة سانت كاترين دهيت يعني مهتم بيها شخصيا أو مهتم بمشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين بصفة مباشرة ومتابعة مباشرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ديت هتبقى ملتقى لجميع أديان العالم، لجميع العبادات اللي موجودة إذا كان يهودية أو إسلامية أو مسيحية، هيبقى هي نصلي معا في هذه المدينة، وسيعقد فيها جميع اللي هو الاجتماعات الكبرى بتاع كبار علماء جميع الأديان، وإن شاء الله تبقى مدينة السلام. والمنظمة بتاعت أفصل اللي هي منظمة الأفريقية هي مهتمة بالشأن الأفريقي بالأخص، وهي منحت هذه الجائزة للمدينة، لأن ديت مش مستنية جوائز، دي مدينة الله، دي أرض الله المقدسة موجودة في بقعة مصرية. فعشان كده إن شاء الله ده هي هتبقى لما يتم افتتاح المنطقة والتطوير اللي اتعمل في وادي الراحة في سانت كاترين، هتشهد جذب مش هنقول سياحي، لأن دي منطقة أداء شعائر دينية ومنطقة أداء المشاعر ومنطقة إن الإنسان الروحانيات، والله لو رحت هناك والله العظيم روحانياتها رهيبة وعالية جدا جدا جدا، فتحوطها الملائكة، لأن هنا تجلى الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور مجدي، المقومات موجودة وأعمال التطوير مستمرة، وطبعا موجود مشروع التجلي الأعظم، إزاي ممكن نستغل كل هذه الأمور في الترويج للسياحة الدينية؟ بالضبط، أنت دلوقتي زي ما أنت شايف فوق الجبل، إحنا بنطلع الناس لما جت المشاهدة دلوقتي على التلفزيون الناس قاعدة فوق الجبل بيشوفوا شروق وغروب، لأ أنا عايز الناس ييجوا فوق الجبل يصلوا، عايز الناس ده الجبل اللي تواعد فيه ربنا مع سيدنا موسى 40 يوم، فلازم نبقى يعني نحول هذه الجزئية إلى جزئية مشاعر كبرى، وندعو الكبراء. أنا لما كنا اتكلمنا إن احنا ندعو البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إن هو يجي تحت الجبل في هذه المنطقة المقدسة إن هو يعمل قداس كبير جدا جدا للكاثوليك، قال لا المنطقة دي المنطقة بتاعت الكنيسة الشرقية، البابا توادروس هو من يعمل القداس، ونحن ككنيسة كاثوليكية سنرسل الأساقفة والكاردينالات والكنائس وأبهات الكنائس وشعوبها إلى حضور هذا القداس مع الافتتاح العظيم اللي هيتم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. خليني أسألك سؤال يا أستاذ، جربت قبل كده تطلع جبل سانت كاترين؟ لا طبعا، وأنا بخاف من المرتفعات يا بسنت. بجد؟ اه لا بس هو حلو قوي.
طبعا انا بشوف تجربه لذيذه قوي، بشوف تجارب الناس كتير على السوشيال ميديا، وناس من اصدقائي كمان طلعوا بيقولوا قد ايه التجربه جميله جدا، وتجربه يعني فيها من الروحانيات وفيها من الاجواء الجميله، وتجربه مختلفه بكل تاكيد. طلعت انت قبل كده بسنت؟ بس مش للقمه يعني، بس طلعت شويه والله. بس كان الجو برد فنزلت.